السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض سيكشن 2 من مادة تي 215 A. السيكشن دي يمكن من السيكشن الطويلة شوية اللي هي بتتكلم على تخزين البيانات وأنواعها ووسائط التخزين. ببساطة شديدة هو بيتكلم على storing data. بيقول إحنا كلنا هنتفق على حاجة: before any data is stored it has to be created. يعني قبل ما بيتم إنشاء أي بيانات لازم أخزنها. مثال: أنا جيت فتحت ملف وورد زي ده كده وقعدت أكتب وفي الآخر اتقفل من غير ما أعمل له سيف، راح. فلذلك لازم انشئ الملف اعمله تخزين عشان ابدا اشتغل عليه. فهنا بيقول information about the software application that creates the data, the file, the date and time of saving is provided by metadata. بالعربي يعني ايه؟ يعني بيقول ان لما انا بعمل ملف وورد، الملف ده بيتعمل له زي وصف لمكوناته، وصف لمحتوياته. بمعنى على سبيل المثال انا هنا مثلا ملف فيديو زي ده، او بلاش ملف فيديو، تعالوا ناخد ملف ايا كان، ملف وورد مثلا. تمام، الملف الوورد ده اتعمل تم انشاؤه خلاص، معمول له سيفنج. لو جيت عملت عليه رايت كليك بروبرتيز خصائص، هبص الاقي في ويندو بتتفتح بتوصف لي الملف. الملف نوعه ايه؟ طبعا مايكروسوفت وورد. الامتداد بتاعه زي ما هنعرف دي او سي اكس. المكان متخزن فين، حجمه قد ايه، مساحته على الديسك، تاريخ انشائه وتاريخ التعديل عليه، تاريخ الدخول. المعلومات دي كلها اللي هي معلومات خاصه بالملف وتاريخه والوقت بتاعه وها الى اخره بنسميها الميتا داتا. ولذلك بيقولوا الميتا داتا هي داتا اباوت داتا، يعني هي بيانات عن البيانات او وصف للبيانات. امتى الميتا داتا دي بتظهر؟ هو ان فايل از سيفد ميتا داتا اباوت ذا فايل از كريتد. يعني لما انا بعمل سيف للملف الميتا داتا دي بيتم انشائها. جابها قبل كده السؤال، قال لهم الميتا داتا بتظهر امتى؟ افتر ولا بيفور؟ طبعا افتر ذا فايل هاز بين سيفد. تمام، هنا بيقول وين فايل از سيفد، لما بيتخزن الميتا داتا بتظهر. في حاجه تانية برضو لكل ملف، الكمبيوتر زي ما احنا عارفين جهاز، يعني مش هقول غبي، بس هو ما عندوش المقدره ان هو يميز الملفات الا بانواعها. بمعنى اصح في حاجه عندنا اسمها الفايل تايب، نوع الملف. نوع الملف هو عباره عن ايه؟ نوع الملف ده هو بيكون جزء من اسم الملف. يعني بيكون عندي اسم الملف وفي حاجه اسمها اكستنشن اللي هو بالعربي بيسموه امتداد الملف. الاكستنشن دي هي اللي بتميز الملف ده يتفتح باي برنامج. يعني انا لو شلت الاكستنشن لملف معين البرنامج او الكمبيوتر مش هيقدر يميز البرنامج او البرنامج اللي يفتح الملف ده ايه. طب هو ايه الاكستنشن دي؟ هي مجموعه من الحروف، جروب اوف ليتر افتر ذا دوت، مجموعه حروف بعد الدوت. على سبيل المثال مثلا هنا الملف ده اسمه تي 215 سيشن 1 سمري دوت دي او سي اكس. ايه الدي او سي اكس دي؟ ده الامتداد. طب تخيلوا كده لو انا شلت الامتداد ده، لو جيت رحت عامل له كده كات وعملت انتر، هيقول لي ان الملف ده انت هتشيل الاكستنشن بتاعه وانا مش هقدر اشغله لك بعد كده. هقول له مش مشكله اهو، بص بقى ملف لونه ابيض. لو جيت افتحه هيقول لي انت عايز تفتحه باي برنامج، انا مش عارف، انت شلت الامتداد اللي بيميزه. فالاكستنشن هنا بتعني ان انا بحدد نوع الملف ده هيشتغل باي برنامج. ده اللي احنا بنسميه الفايل تايب، هي مجموعه جروب اوف ليترز، مجموعه من الحروف، ثلاث حروف او اربع حروف على حسب الملف او حسب البرنامج. بعد الدوت هيبدا يتكلم من ضمن الميتا داتا، واهم حاجه في الميتا داتا اللي هي الفايل سايز، ودي دايما عينينا عليها اللي هي حجم الملف، ودي عليها مسائل بقى. طيب دلوقتي الاحجام بتاعت الملفات بتتقاس بايه؟ ليه؟ اكيد وحده. احنا عارفين كلمه كيلو، كلمه كيلو على فكره هي كلمه لاتيني بتعني 1000، ولكن كلمه كيلو عندنا في التخزين مش بتعني 1000، دي بتعني 1024 بدل من 1000. فهو يجي يسال سؤال بيقول واي ذيس رادر اوكورد فالي. اوكورد يعني اللي هي ليه القيمه الغريبه دي؟ ليه 1024 يعني مش 1000؟ لان احنا عندنا زي ما شفنا في سيكشن واحد كده الباينري داتا اللي هي بتبدا ب 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 وهكذا. الباينري داتا دي زي ما شفناها قبل كده نهايتها كام؟ ما احنا مكملين. لما هوصل ل 2 اس 10 اللي هي 11 بيت، او اللي هي اللي تعتبر الخانه ال 11، 2 اس 10 مش هتبقى 1000، مش هتجيب لي 1000، هتجيب لي 1024. عشان كده 2 اس 10 مش 1000، 1024. وده فرق كبير قوي 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 في المسائل لما نيجي نعوض. لو انا بقيس مساحه ملف ولا بقيس سرعه زي ما هنشوف دلوقتي، مساحات الملف الوحده بتاعتها الكيلو بتاعتها ب 1024. ولذلك الجدول ده من اهم الجداول اللي عندنا في المنهج كله. الجدول ده هنحتاجه في كل المسائل اللي في المنهج. الجدول ده بيقول انا عندي وحدات كيلو ميجا جيجا تيرا، دي الاهم اربع وحدات، الكيلو ميجا جيجا تيرا. الكيلو اختصار حرف الكي، الميجا ام كابيتال، الجيجا جي كابيتال، التيرا تي كابيتال. طيب ليها معنيين، يعني شايفين العمودين دول؟ المعنيين دول بمعنى ايه؟ لو انا جايب لي مساله بيقول لي دي سرعه، سرعة انترنت على سبيل المثال، او حجم ملف. سرعة انترنت يبقى هو هيستخدم اليوجوال مينينج. تمام، وعادة
الوحده بتاعه السرعه عشان نميزها في الامتحان بتكون بيت بير سكند، او مكتوبه بيت بير سكند او بيت على سكند. دي الوحدات كلها اول ما اشوفها اعرف ان دي الوحده بتاعه السرعه نقل الملفات. بمعنى لو سرعه نقل الملف بالكيلو يبقى هعوض مكان الكي ب 10 اس 3، ميجا 10 اس 6، جيجا 10 اس 9، تير 10 اس 12. اما لو كان المعطى حجم ملف فالوحده بتاعتنا هتكون كيلو بايت، ميجا بايت، جيجا بايت. زي ما انتم شايفين احنا ما عندناش في السرعه بايت، هنا بايت، هنا بت مباشره بير سكند. طب الكيلو والميجا والجيجا دي وحداتهم ايه؟ طبعا البايت احنا عارفين البايت ب 8، تمام، مفيش مشكله فيها. لكن الكيلو في احجام الملفات بعوض عنها ب 2 اس 10 او ب 1024، الميجا ب 2 اس 20 او 1024 اس 2، الجيجا 2 اس 30 او 1024 اس 3، والتيرا ب 2 اس 40 وهكذا. دي الوحدات بتاعتنا طبعا يعني بتبان قوي في المسائل. فهنا على سبيل المثال بيقول هاو ميني بيتس ار ستورد ان 36 كيلو بايت فايل. السؤال اللي اساله لنفسي هو الرقم المعطى ده مساحه تخزينيه ولا سرعه؟ هو قال لي ايه؟ قال لي كيلو بايت. طب الكيلو بايت دي تبع ايه؟ تبع السايز. ما قاليش حاجه ليها علاقه بالبيت بير سكند ولا ليها علاقه بالسكند، يبقى دي مساحه تخزينيه. نحولها ازاي؟ ببساطه شديده انا هقول 36 كيلو بايت. تعالوا كده نرسمها ببساطه. فهنا على سبيل المثال بيقول ايه؟ عندنا 36 كيلو بايت، 36 ادي 3 وادي 6 كيلو وبايت. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنزل ال 36 دي زي ما هي، تنزل 36، تمام؟ بالنسبة للكيلو احنا متفقين مع بعض الكيلو بكام؟ هي دي مساحة ولا سرعة؟ كيلو بايت، يبقى مساحة، يبقى الكيلو بكام؟ الكيلو ب 2 اس 10، جميل جدا، يبقى هقول هنا 2 اس 10، تمام؟ معلش سوري. والبايت احنا عارفين ان البايت طول عمرها بكام؟ ب 8. خلاص يبقى انا عشان احول ال 36 كيلو بايت، ال 36 هروح ضاربها في 2 اس 10 وهضربها في ال 8. اللي يطلع معايا هو 36 في 2 اس 10 في 8، اللي يطلع معايا هنا بايه الوحده بتاعته؟ بالبيتس. يعني هنا لازم نزود بيتس، تمام؟ حتى هو هنا بيقول ان البايت عباره عن 8 بيتس. دي اول واحده. مثال تاني، وده المثال اللي ممكن يجي في الامتحانات، بيقول يوزنج ان انترنت كونكشن. بدا يتكلم بقى على ايه؟ انترنت كونكشن. ذات داونلود ات 2 ميجا بت بير سكند. الله، ميجا بت بير سكند، بت بير سكند، يبقى هنا دي سرعه بت بير سكند، يبقى كده هو مديني سرعه انترنت في البيت 2 ميجا بت بير سكند. طيب هاو لونج، هاو لونج يعني ايه؟ يعني كم الوقت المستغرق، يعني عايز التايم. وود ات تيك تو داونلود 319 كيلو بايت فايل، ان انا احمل ملف حجمه 319 كيلو بايت. خلاص يبقى احنا محتاجين اولا الملف ده نحوله للبيتس زي ما حولنا 36 اللي فوق، والسرعه دي اللي هي 2 ميجا برضو نحولها. فاللي هيحصل كالتالي، اول حاجه لازم اكون عارف قانون الزمن. الزمن بيساوي حجم الملف على السرعه. طيب جميل، هو حجم الملف بكام؟ حجم الملف ب 319 كيلو، 319 تنزل، الكيلو ب 2 اس 10 والبايت ب 8، يبقى اجماليهم 2,613,248 بت. جميل، ده كده الحجم معايا اللي هو اللي فوق. طب السرعه قال 2 ميجا بت بير سكند. نيجي هنا بقى، البت بير سكند ملهاش وحده، يعني البت بير سكند مش هغير فيها حاجه، انا بس بلعب مع وحده الميجا والجيجا. هي الميجا في السرعه بكام؟ الميجا هنا الام ب 10 اس 6، يبقى هتبقى 2 ضرب 10 اس 6 وبس كده، يعني 2 مليون والوحده بت بير سكند. ما انساش لازم اكتبها هنا اهو، بت بير سكند. يبقى قسمه مباشره، هقسم الرقم ده على الرقم ده، الرقمين دول هيتقسموا على بعض، هيطلع معايا طبعا الوحده دايما وحده الزمن هي اللي بتطلع بمين؟ بالسكند. طلع معايا ان انا هعمل داونلود الملف ده في زمن قدره 1.3 سكند. طبعا اي رقم يجيبه في زي ما قلنا بت بير سكند افتكر على طول انها وحده السرعه العمود ده. جاب لي كيلو بايت يبقى الوحده بتاعه العمود ده، تمام. هيبدا يتكلم شويه كلام نظري. اول حاجه بيتكلم على الداتا كومبريشن، طبعا اتكلم كتير في مناهج قبل كده وانتم عارفين يعني ايه كومبريشن. كومبريشن اللي هو ضغط الملفات. تعريف ليها، بيقول ان الكومبريشن هي عمليه از ذا ريكودنج، اعاده تشكيل الكود اوف داتا انتو مور كومباكت فورم، لشكل يكون مضغوط اكتر. ليه؟ ايه اسباب الكومبريشن؟ يعني انا بعمل كومبريشن ليه اصلا؟ عشان حاجتين، اولا عشان الاستورج اوفر في المساحه التخزينيه، وعشان الترانزميشن انقلها بشكل اسرع. يبقى اعاده ترميز البيانات الى شكل اكثر انضغاطا لتوفير التخزين او لنقل السريع. ان انا انقل البيانات بشكل سريع، ان انا ابعتها على الانترنت بشكل سريع. زي ما انا كده لما باجي حد فيكم بيبعت ملف تي ام اي بيضغطه ويبعته. بيضغطه ليه؟ طيب عشان حجمه يقل فيتبعت اسرع.
انواع الكومبريشن زي ما احنا عارفين قبل كده هي نوعين، لوسلس ولوزي. لوس فقد، لس يعني بلا فقد، نوع من انواع الضغط اللي هو ما بيفقدش اي جزء من اجزاء البيانات، اما اللوزي بيفقد اجزاء والاجزاء دي ما بقدرش استعيدها مره ثانيه. النوع الاول اسمه اللوسلس كومبريشن، هي عمليه ذا كومبريس داتا، ان البيانات اللي بتنضغط كان سبسيكوينتلي يمكن فيما بعد ان انا اقدر ارجعها تو باك اتس اوريجينال انكومبريكت او انكومبريسد فورم، ان انا ارجعها لحجمها الاصلي. ضغط وفكيت مفيش اي فقد فيها. من اشهر انواع او امثله الضغط اللوسلس الزيبنج كومبريشن الجوريزم، وده اللي احنا بنتبعه في ضغط ملفات الوورد بتاعتنا. والنوع ده له اسم تاني بيدلعوه بيقولوا له ديفلات، وده جت عليه سؤال قبل كده، قال هو نوع من انواع الزيبنج كومبريشن الجوريزم اسمه ايه؟ اسمه الديفلات. اما النوع التاني او المثال التاني هو مثال على الصور، في نوع من انواع الصور اسمها جي اي اف، جي اي اف كومبريشن، دي بتستخدم لضغط الصور وارده من النوع اللوسلس. بالنسبه لللوزي، اللوزي هنا بيقول ان البيانات اللي بتفقد وانا بضغطها ما بقدرش استعيدها، فهنا حتى بيقول there is an some unrecoverable loss of data، في بعض البيانات بتفقد ما بقدرش استعيدها. الامثله الشهيره عليها الجي بي اي جي، ودي الصور بتاعتنا بتاعت الموبايل العادي او الصور الديجيتال كاميرا. الام بي اي جي نوعين، لان الام بي اي جي خاص بالفيديو والام بي اي جي خاص بالساوند. الام بي اي جي والجي بي اي جي اختصار او ستاندز فور جوينت فوتوغرافيك اكسبرت جروب، والام بي اي جي موفينج بيكتشر اكسبرت جروب. السؤال اللي بيساله وساله قبل كده في الامتحان قال هو اللوزي ده بيفقد اجزاء من الملفات، انا استخدمه ليه اصلا؟ يعني بيقول why might someone او anyone want to compress data، ليه حد فينا يستخدم نوع من انواع الضغط اللي فيه in such a way that some of the original data is irreversibly او irretrievably lost، يعني مش هقدر ارجعها، افقد اجزاء من البيانات ما اقدرش ارجعها، طب استخدمه ليه؟ قال الاجابه ببساطه loss almost certainly does not matter، يعني البيانات التي تفقد ملهاش اثر او مش هتاثر لا على الصوت ولا على الصوره. فهنا بيقول because lossy compression، لان طريقه اللوزي compression algorithm which are used on image، المستخدمه على الصور ومقاطع الصوت، مالها الطريقه دي؟ can exploit characteristics of human sight and hearing، تراعي الخواص البشريه في السمع الهيرنج وفي الرؤيه، بحيث in such a way that the viewer اللي هيشوف الصورة or listener او اللي هيستمع will not notice، مش هيلاحظ اي تأثير. يعني عملية الضغط تراعي الحواس البشرية بحيث مفيش اي تأثير، او حتى هو حتى will only barely notice، يعني حتى ممكن يلاحظ حاجة بسيطة او any degradation in the image، degradation يعني بهتان في الصورة او تدهور في حالة الصورة، مش هيلاحظ الكلام ده. ولذلك هنا في الكمبريشن بقى عندنا مسألة ظريفة قوي قوي قوي. اولا احنا عندنا قانون لازم تتحفظ، القانون ده بيقول ان الكومبريشن ريشيو نسبه الضغط بتساوي الانكمبريسد فايل سايز الحجم الاصلي على قسمه الحجم المضغوط، الكومبريسد فايل سايز يبقى الريشيو بتساوي الحجم الاصلي على الحجم المضغوط. فهنا بيتكلم في سيناريو كده صغنن، بيقول ديجيتال كاميراز الكاميرات الرقميه ار يوجوالي ديزاين تو يوز جي بي اي جي الجوريزم، تستخدم الجي بي اي جي الجوريزم لضغط الصور to compress raw image. اول ما اشوف كلمه raw image اعرف ان دي صوره اصليه مش مضغوطه، raw خام، صوره خامه ما حصلش عليها اي عمليه ضغط. النموذج ده جي بي اي جي الجوريزم بيستخدم الصور الاصليه ويضغطها into smaller file، ويضغطها الملفات حجمها اقل. some cameras allow the user to set how much compression to use، في بعض الكاميرات يعني بتسمح للمستخدم ان هو يقلل ويزود نسبه الضغط، وده بيبان قوي في الكاميرا ان انا اقدر اظبط الريزوليوشن، اعلي الريزوليوشن فالصوره تبقى واضحه او اقلل الريزوليوشن فالصوره تقل، الريزوليوشن اللي هو عدد النقاط في الصوره. المثال او المساله اللي عندنا بيقول هاو سمول، هاو سمول يعني كم سيكون الحجم المضغوط، وود 15 ميجا بايت رو فايل، 15 ميجا بايت رو فايل يبقى ده حجم ملف اصلي غير مضغوط. if it is compressed with a compression ratio of 6، طيب احنا عندنا القانون بيقول ان الريشيو بتساوي الحجم الاصلي على الحجم المضغوط، هو عايز الحجم المضغوط دلوقتي ومعطيني الحجم الاصلي ومعطيني الريشيو طرفين في وسطين، يعني الكومبريسد دي تطلع فوق والريشيو تنزل تحت، يبقى الفايل سايز الحجم الاصلي او الحجم المضغوط اسف للصوره هيساوي الحجم الاصلي على الريشيو، تمام؟ يعني الفايل سايز هتساوي الحجم الاصلي 15 والحجم المضغوط 6، يبقى 15 على 6 ب 2.5، يبقى الحجم الملف او حجم الصوره اللي بعد ما انضغطت بقت 2.5 ميجا. قانون تعويض مباشر في ثلاث اطراف ممكن اي طرف منهم يكون مجهول. طب النوع الثاني من المساله على الكومبريشن وجات كتير برضو، بيقول هنفترض سبوز ميموري كارد، عندنا كارت ميموري
is used that can store 4 جيجا بايت. الميموري دي تقدر تخزن حجم ملفات 4 جيجا بايت. ايه المطلوب؟ What is the smallest compression ratio؟ المرة دي عايز الراتيو that user can set the camera، اللي اليوزر يقدر يستخدمها في الكاميرا if she want to store 800 photo. طب هي عايزة تخزن على الميموري 800 صورة، هتحشرهم جوه ال 4 جيجا فأكيد هينضغطوا. On the card and the raw photo size is 15 ميجا بايت، والحجم الأصلي للصورة لازال 15 ميجا بايت. هنا نتوقف لحظة. أولا المسائل اللي من النوع ده في الامتحان 4 جيجا بايت المساحة التخزينية للميموري 4 جيجا بايت، يعني مساحة تخزينية الجيجا ب 32 والبايت ب 8. ولكن في المسائل اللي من النوع ده بيقول لهم يا جماعة هنعمل، يعني هتلاقي كده في الامتحان كاتب هنت، الهنت دي بتقول ان الكيلو بتساوي 1000 تمام، والميجا بتساوي مليون، او اللي هي هنقول مثلا عشان تبقى احسن شوية 10 أس 3 أس 3 تمام، والميجا بتساوي 10 أس 6 والجيجا بتساوي 10 أس 9. هو ليه عمل الكلام ده؟ ما احنا عارفين ان الاحجام زي ما قلنا ب 1024 ب 2 أس 10 زي ما شفنا في الجدول كده، 2 أس 10 2 أس 20 مش 10 أس، لان هنا هو بيعمل تقريب، بيعمل راوندنج زي ما اخدته في 175 بيقرب، فمش هيخلي الكيلو ب 1024، هيخلي الكيلو ب 1000 فقط، والفروقات ما بينهم 1000 1000 1000، يعني من الكيلو للميجا الفرق 1000، من الميجا للجيجا الفرق 1000. فلما هيجي يقول انا عندي 800 صور وهخزنهم على ميموري حجمها 4 جيجا، للتقريب هنقول احنا عايزين نحول الجيجا للميجا، من الجيجا للميجا، دايما عشان اللي بيلخبطوا في الامتحانات، من الجيجا للميجا الفرق بينهم 1000. طب اضرب ولا اقسم؟ هفكركم بحاجه ظريفه قوي، هو الكبير بيعمل ايه في الصغير؟ الكبير بيضرب الصغير، يعني لو معايا واحده كبيره جيجا جيجا وعايز احولها لميجا هضرب في الالف. طب لو كانت من ميجا لجيجا الصغير بيتقسم على الكبير، يبقى انا كده هاخد الميموري اللي حجمها 4 جيجا وعايز احولها للميجا بايت، فبقول يبقى 4 جيجا هتساوي 4 ضرب 1000 اللي هو الفرق ما بينهم 1000 تساوي 4000 ميجا بايت. ده هنا للتقريب فقط، ولازم يجيب الهنت دي في الامتحان عشان استخدم ال 1000 4000 ميجا. طب ال 4000 ميجا دول، دي المساحه التخزينيه، هيتوزعوا على كام صوره؟ هقسمهم على 800 صوره بحيث اعرف كل صوره لما تدخل جوه الكاميرا الصور كلها هتبقى حجمها قد ايه. لما قسم الميموري سايز حجم حجم الميموري على عدد الصور، طلع ان الصوره لما هتتحشر جوه الميموري هيطلع حجمها ب 5 ميجا بايت. طب ال 5 ميجا بايت دي تعتبر ايه؟ حجم الصوره بعد الضغط، يعني دي كومبريسد، حجم المضغوط، وانا معايا الحجم الاصلي 15، يبقى الريشيو كام؟ يبقى الريشيو بتساوي الحجم الاصلي 15 على الحجم المضغوط ب 5، يبقى الرو بيكتشر او الريشيو، عشان هنا غلطه، هتساوي ال 15 الحجم الاصلي على ال 5 الحجم المضغوط، تطلع نسبه الضغط 3، والريشيو ما بتبقاش ليها نسبه في الامتحان. تمام؟ الباقي في السكشن دي كله معظمه كلام نظري. هنا بيتكلم على حاجه اسمها الفايل كومباتيبلتي، توافق الملفات. ايه موضوع توافق الملفات؟ بيقول ان الفايل كرييتد باي وان سوفت وير ابلكيشن ار اوفن نوت كومباتيبل ويز فايل برودوسد باي انذر ابلكيشن. يعني لو انا عندي برنامج طلع ملف زي برنامج الوورد بيطلع برنامج او ملفات وورد، وعندي مثلا برنامج اللي هو الادوب ريدر اللي هو بيعرض الكتب الالكترونيه والمساحه التخزينيه بتاعته بتكون اقل، مع ان البرنامجين بيعرضوا نصوص، ولكن لان دول برنامجين مختلفين هيبقى مفيش توافق بينهم، يعني ما ينفعش افتح ملف مثلا ادوب ريدر جوه الوورد او العكس صحيح. Even if they are both the same sort of software، حتى لو كانوا من نفس نوع البرمجيات، الملفات التي تم انشائها من قبل تطبيق او برنامج واحد غالبا ما تكون غير متوافقه مع الملفات المنتجه من قبل تطبيق اخر، حتى لو كانت من نفس نوع البرمجيات، حتى لو كانت بتعرض نفس مثلا الدوكيمنت. طب ليه؟ ايه اللي بيخلي البرامج مختلفه عن بعضها؟ السر بيكمن فين؟ في الميتا داتا. الميتا داتا of the application للتطبيقات cause the file to be not compatible with other applications، اللي بتيجي في الاختياري يقول لكم هي ايه سبب اختلاف عدم توافق الملفات بينها وبين بعضها حتى لو كانوا من نفس النوع. الميتا داتا، الميتا داتا بتاعت ملف او برنامج معين
بتكون غير متوافقه مع الميتا داتا الخاصه ببرامج تانية. من اشهر الامتدادات المستخدمه في البرامج الخاصه بالنصوص في امتداد اسمه RTF او Rich Text File. تمام، Rich Text File ده بيختص بنوع من انواع ملفات. يعني هنا ملف الوورد مثلا، انا ممكن لما اجي اخزنه، احنا هنا دايما بنكتب الاسم وبنيجي نخزن، في نوع من انواع الامتداد اسمه RTF. ايه الميزه فيه؟ الميزه فيه ان هو هيخلي ملف الوورد حجمه، اولا حجمه كبير جدا، لان هيتضمن جوه الملف كل الخصائص الخاصه بالملف بحيث اقدر افتحه في اي جهاز براحتي. طب ما هو ده بيطلع ميتا داتا. بيطلع ميتا داتا. طب انا بقى عايز بقى برنامج ما بيتعاملش مع الميتا داتا بحيث اقدر افتحه في اي برنامج كان. قال برنامج واحد، وان سوفت وير ابلكيشن خاص بالنصوص فور تكست لا يتعامل مع الميتا داتا، اسمه بلين تكست اديتور. ايه البلين تكست اديتور؟ وساعات بيسموه تكست اديتور، اللي هو برنامج النوت باد. عارفين برنامج النوت باد؟ البرنامج ده بيتعامل مع الحروف الاسكي كاركترز اللي هم 128 حرف زي ما هنشوف دلوقتي، وبيحتوي على 7 بيت. الاسكي كاركترز ما بتضيفش، او ملفات النوت باد ما بتضيفش ميتا داتا ليها، فاقدر افتحها من اي برنامج. So files produced by different text editor are compatible with each other. يعني اي تكست اديتور هيقدر يفتح الملف اللي مكتوب بلغه الاسكي كاركتر. تمام؟ And a file produced by one text editor، الملف اللي تم انتاجه من قبل تكست اديتور يمكن قراءته من برنامج تكست اديتور تاني. طب ايه حكايه الاسكي كاركترز دي؟ انا ما فهمتش. في كود عالمي اسمه ASCII كود. الاسكي كود ده اختصار لكلمه American Standard Code for Information Interchange. الاسكي كود ده عباره عن يمثل 128 حرف. ايه هم ال 128 حرف؟ الحروف الانجليزي كابيتال، والحروف الانجليزي سمول، والارقام والعلامات الترقيم والنقطتين فوق بعض، وكل الرموز. ال 128 حرف دول يتمثلوا في 7 بت. السؤال ده بيجي كتير قوي، الاسكي كود يمثل كام حرف مختلف؟ 128. الاسكي كود كام بت؟ 7 بت باينري. تمام، دخل في موضوع تاني خالص، بيتكلم على الداتا اورجانيزيشن اند مانجمنت، تنظيم واداره الملفات. موضوع تنظيم وإدارة الملفات هنا بيتكلم users need to be able to retrieve data. يعني أي حد فينا بيخزن ملفات بيحتاج في وقت ما إن هو يستعيدها. مش كده وبس، هو محتاج تنظيمها في أثناء تخزينها. need to organize the store data، يعني وأنا بخزنها محتاج أنظمها. بنظمها في شكل متسلسلة هرمية زي الويندوز كده، operating system الشهير الويندوز بيخزن ملفاته اللي بيستخدم في الديسكتوب والنوت بوك. بيستخدم في تنظيم ملفاته برنامج اسمه الفايل مانجر. إيه برنامج الفايل مانجر ده؟ ده اللي هو ماي كمبيوتر، لما بفتحه بيجيب لي نافذه كده بتوديني على البارتيشن سي ودي واف وهكذا. البرنامج ده بيمكنني من تنظيم ملفاتي. تمام، هو ده اللي بيسموه الفايل مانجر. تمام، او ساعات بيسموه ويندوز اكسبلورر. يبقى هنا الفايل مانجر ده بيسمح، عشان يجي سؤال عليه بيعمل ايه، الاو يوزرز، بيسمح للمستخدمين بتنظيم ملفاتهم الى في شكل فولدرات وسب فولدرات وسب سب فولدر وهكذا. المتسلسله الهرميه دي بيسموها هيراركي اوف فولدرز. مره جاب لهم في الامتحان قال لهم يا ريت ترسموا لي الهيراركي اوف فولدرز. ده كان اول امتحان للماده. طبعا مش شرط ارسم الرسمه دي بالظبط، بس انا المهم بالنسبه لي ان يكون عندي بيرنت، والبيرنت ليه تشايلد، وكل تشايلد ممكن يتفرع منه تشايلد، وكل تشايلد ملوش غير بيرنت واحد. ده اللي بيسموه الهيراركي اوف فولدر او هيراركال دايجرام، وساعات بيسموها تري دايجرام. ليه؟ لان التري دايجرام بتسبريد اوت. سبريد اوت يعني بتفرش، يعني بتزيد حجمها افقيا وطوليا لاسفل الشجر. دخل في موضوع تاني بيتكلم برضو على الداتابيزس. داتابيزس يعني قواعد البيانات. هي ايه يعني ايه قواعد البيانات؟ قواعد البيانات هي مجموعه من individual records. كلمه individual records يعني ايه؟ كلمه ريكورد يعني سجل. السجل هو معلومه عن شخص. يعني مثلا لو انا عندي جدول، الجدول ده جدول طلاب مثلا. تمام، على سبيل المثال نعمل كده، نقول نيو فايل. جيت هنا هعمل انا، هقول له انسرت تيبل في بالشكل ده. هنا هقول في عندي مثلا ستودنت اي دي، وهنا نيم، وهنا ادرس، وهنا تليفون، او بلاش تليفون، فون. ده جدول. لو انا عندي طالب رقم واحد اسمه ايه، عنوانه كذا، تليفونه كذا، اللي بالافقي ده ده اسمه ريكورد، سجل. السجل ده عن مين؟ السجل ده عن طالب اسمه ايه ورقم واحد. طب السجل التاني عن طالب تاني وهكذا. اذا السجلات هي عباره عن مجموعه، او الداتا بيز هي عباره عن مجموعه من السجلات الاحاديه اللي ما بتتكررش. اباوت ان ايتم، ممكن السجل ده ممكن يكون عن شخص، عن منطقه جغرافيه،
عن مكونات في مخزن وهكذا. ما هي الجداول مختلفة حسب، بحيث كل ريكورد وير ذا ريكوردز ار اورجنايزد ان ساتش واي ذات ريتريفال اوف داتا اباوت جروب اوف ايتمز از ستريت فورورد. يعني انا في اي وقت اقدر استدعي اسم الطالب فقط او عنوانه فقط او تليفونه فقط، تمام؟ فاقدر بتخزيني للبيانات في الجدول بالشكل ده اللي هي السجلات ان انا استعيد البيانات بشكل واضح ومباشر، تمام؟ طب ايه المتطلبات اللي مطالب بيها اي مؤسسه في الداتابيس بتاعتها؟ بيقول what requirement might such an organization have of its database. وده سؤال وارد يجي. اولا قاعده البيانات must be able to hold many items of data، لازم يكون لها القدره على حمل بيانات عن العناصر اللي موجوده فيها، about individual عن اشخاص، عن عناصر، عن اي شيء، وكل شخص منهم او كل عنصر يجب ان يكون uniquely identifiable. يعني ايه؟ يعني كل عنصر منهم لازم يكون معرف ليه احادي. يعني هنا مثلا لو عندي طالب تاني المعرف بتاعه ورقمه، طب عندي طالب تاني رقمه، وهكذا. الارقام دي احاديه لكل طالب زي الرقم المدني او رقم البطاقه الشخصيه وهكذا. كل عنصر يجب ان يكون محدد برقم احادي لا يتكرر. ايضا من ضمن المتطلبات data in database must be readably updatable. ممكن نكتبها نختصرها او readably updatable يعني قابله للتعديل. User must be able to pull out data from variety of combination of field. عمليات البحث ممكن تتضمن بحث عن أعمدة محددة، يعني مش لازم أجيب الجدول كله، ممكن أختار إن أنا أطلع الاسم والعنوان فقط، مش لازم أجيب الجدول كله. أيضا إن user must be able to have access rights. كل مستخدم لازم يكون ليه صلاحيات دخول بيوزر نيم وباسورد عشان أميز اللي ليهم الصلاحية واللي ما لهمش صلاحية. اخر حاجة database must be kept secure، لازم تكون مؤمنة، دي فيها بيانات مهمة محدش يطلع عليها الا اللي لهم الحق، واللي ما لهمش حق لا يطلعوا اي بيانات. طيب بيقول ان الميتا داتا بتختص بعملية السيرشنج. يعني الميتا داتا من ضمن وظائفها واللي جات عليها سؤال multiple choice هي الميتا داتا بتسهل في عملية ايه؟ ميتا داتا facilitate searching for files on hard disk، بتسهل عملية البحث عن الملفات جوه الهارد ديسك واي عملية سيرش. من ضمن انواع الميتا داتا الخاصه بالصور امتداد اسمه EXIF، وده هناخده مع بعض ان شاء الله في سيكشن 7. بس هنا المطالبين بيه ان الميتا داتا الخاصه بالصور اسمها EXIF، تمام؟ وهناخد اللونج تيرم ان شاء الله في سيكشن 7. هنا ما فيهاش حاجه. هنا بيقول داتابيز يوز ذات يوز لينكد تيبلز اسمها ريليشنال داتابيز. قواعد البيانات عاده بتكون الجداول مربوطه ببعضها البعض، بمعنى ان ممكن يكون عندي جدول عملاء، جدول فواتير، اربط الجدول ده بالجدول ده. فالجداول اللي هتكون مربوطه داتابيز في الحاله دي هنسميها ريليشنال داتابيز. مش عايز ادخل في تفاصيل اكتر من كده، الفكره كلها داتابيز وفيها جداول ليها علاقات ببعض بيسموها ريليشنال داتابيز. طيب هو الربط والريليشنز دي بتعمل ايه؟ اولا قال لينكينج اوف تيبلز بتمنع الدوبليكيشن، بتمنع تكرار البيانات. دوبليكيشن اوف ريكوردز كان بي افويدد، يمكن تجنب اي تكرار البيانات. والتكرار ده ايه مشكلته؟ يعني لما يحصل تكرار، اولا هيهدر المساحه التخزينيه عندي، اخزن في الداتابيس بيانات متكرره هيسبب ان انا باهدر المساحه التخزينيه وممكن يحصل عدم تكامل البيانات. ازاي؟ اغير في مكان والمكان التاني ما اتغيرش. ما غلط، عندي بيانين لشخص واحد مثلا والبيانين دول مختلفين. طيب هو في برنامج بيتعامل مع الداتابيس؟ قال اه في برنامج شهير جدا اسمه داتابيز او داتابيز مانجمنت سيستم دي بي ام اس، هو اللي بيستخدم للقيام بمهام الداتابيز دي كلها. طيب هو الداتابيز ده عباره عن ايه؟ يعني ايه وظيفته؟ هنا الداتابيز وظيفته اكت از ان انترفيس، يعني هو يعتبر واجهه ربط ما بين اليوزر وما بين الداتابيز نفسها. يبقى الداتابيز مانجمنت سيستم هو الواجهه ما بين المستخدمين وقاعده البيانات نفسها عشان تطلع شاشه قدام اليوزر يتعامل معاها. طب ايه كمان؟ بس واجهه؟ قال لا، بتستخدم لتطبيق القواعد. يعني مثلا على سبيل المثال رقم الموبايل 8 ارقام، لو جاء مستخدم او جاء موظف يدخل رقم الموبايل 6 ارقام الداتابيس تمنعه، تعمل انفورس للرول بتاعه الموبايل نمبر فتمنع الاخطاء البشريه. ايضا بتدي هو هاز اكسس تو وات داتا، من له حق الاطلاع على البيانات، اند هو كان ابديت ذا داتا، ومن له حق تعديل على البيانات. ايضا it can be also be designed، يعني يمكن ايضا ان السوفت وير ده يتم تصميمه to prevent careless or malicious misuse of database by those permitted to use it، يعني يمنع الاشخاص المصرح لهم ان هم يغلطوا في الداتابيز او يعملوا بيانات او يدخلوا بيانات خاطئه. فهو بيمنع اي عنصر من عناصر الخطا اللي ممكن تحصل. In summary مختصر الموضوع،
غير الريليشنال داتابيز ويز سيتابل مانجمنت سيستم فوليفاي ذا ريكويرمنت. يعني لو انا عندي داتابيز مناسبه هتلبي لي المتطلبات التاليه: اولا القدره على ability to hold large number of records، القدره على تخزين اكبر قدر من السجلات، وكل السجلات عباره عن مجموعه من الحقول. السجل بالعرض ده سجل، الحقول هي دي، ده حقل وده حقل، يبقى كل سجل عباره عن كام حقل؟ مجموعه من الحقول. تمام. updatability هيكون له القدره على التعديل. ability to combine fields in various ways in a query، ايه بقى دي؟ احنا لما بنيجي بنستعلم ونبحث عن شيء، الموضوع الاستعلام ده بيسموه كويري، استعلام، بستعلم عن اسم موظف، بستعلم عن الراتب بتاعه، فانا بيديني قدره الداتابيز ان انا اقدر استعلم عن عناصر متفرقه، مش لازم تكون عناصر جنب بعضها في جدول واحد، انا ممكن استدعي بيانات من اكتر من جدول واظهرهم في شكل ريبورت واحد. ايضا بيديني اكسس رايت، صلاحيات دخول الموظفين، بروتكشن فروم ابيوز، يعني الحمايه من الاستخدام السيء للبيانات.